ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استشارات قانونية، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. في حلقة اليوم سنناقش الجديد في قوانين الهجرة من فيزة المبتكر، وأيضا سيكون لنا أيضا جزئية خاصة لحديثي التخرج. كل هذا سنعرفه مع الأستاذ ضيف عاطف المربي، وهو محامي واستشاري قانوني. أهلا وسهلا بك أستاذ عاطف، ونحييك وكل سنة وانت طيب. أهلا وسهلا، شكرا على دعوتكم، وكل سنة طيبين والمشاهدين بخير. طبعا نذكر بس مشاهدينا الكرام بأنكم يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على الشاشة، وأيضا عبر صفحة الحوار على الفيسبوك، وأيضا عبر تطبيق الواتساب. نتمنى لكم متابعة مفيدة. أستاذ عاطف، أول شيء راح نبدأ بالجديد في قوانين الهجرة بالنسبة للمهاجرين، بالنسبة لي أيضا المواطنين من الاتحاد الأوروبي على الأراضي البريطانية. ما الجديد، وهل هناك أي إصدارات قانونية خلال هذه الفترة السابقة؟ طبعا يوم 29 مارس 2019، أيوة، كان يوم مهم جدا في بريطانيا، يعني خصوص قوانين الإميجريشن. تأشيرة الأنتربرنور اللي هي 200,000 استرليني، أيوة، تم إلغائها للحديثي التقديم، يعني ما ينفعش حد يقدم عليها من برا بريطانيا، أو الروت اتقفل، بس الناس اللي لسه معها التأشيرة طبعا، أيوة، قدامها فرصة. ماذا تقصد بأن التأشيرة اتقفلت؟ يعني الحكومة الإنجليزية قررت أنها تلغيها، والإعلان عنها كان معروف من أول شهر يناير فبراير، ولكن تم إلغاء التير 1 أنتربرنور 200,000، أو الروت بتاع التير 1 أنتربرنور تم إغلاقه يوم 28 مارس، آخر أبليكيشن تم تسليمه 28 مارس 2019. أيوة، الجديد والجديد ان في تأشيرتين جداد، تأشيرة الانيفيتور اللي هو المبتكر، وهشرح شروطها بشكل سريع. نعم. وفي تأشيرة تانية اسمها الستارت اب، والتأشيرتين دولت يعني دخلوا حيز التنفيذ يوم 29 مارس 2019. تمام. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه التأشيرتين والإصدارات الجديدة بشكل عام، أعطينا فكرة، هل هناك أي تغييرات بالنسبة لقوانين بحق مواطني الاتحاد الأوروبي، بالنسبة أيضا قوانين الهجرة واللجوء؟ الوضع للمواطنين الأوروبيين اللي بيعيشوا في بريطانيا أو اللي عايزين يعني يجوا بريطانيا مازال معلق. الأخبار يعني الأخبار الكويسة أن تم تأجيل ميعاد الخروج حتى 31 أكتوبر، أيوة، 2019، وده الموعد السياسي أو البوليتيكال، ولكن بالنسبة للمتقدمين بيهمهم التاريخ ده في إيه؟ أنه مازال يقدر يقدم على القانون القديم البيرمننت ريزيدنس او الريزيدنس كارد، او يقدم حسب الاميجريشن ريجوليشنز اللي هي لسه موجوده في بريطانيا. تمام. الميزه عن التصريحات الجديده اللي هي السيتلمنت سكيم والبري سيتلد ستاتس سكيم، انه يقدر المواطن الاوروبي تو باك ديت تاريخ حصوله على الاقامه الدائمه، وده مهم جدا. للي بمعنى باك ديت يعني يرجع بالزمن ويحصل على الإقامة الدائمة بتاريخ دخوله، بتاريخ 5 سنين من تاريخ دخوله، أو نعم، من تاريخ طبعا التهيئة بتاعته أو الكواليفيكيشن بتاعته، أيوة، أنه هو ياخد الإقامة الدائمة. يعني على سبيل المثال بسرعة، لو واحد دخل في 2010 ويشتغل من 2010 مواطن أوروبي ويشتغل لغاية 2015، فقانونا حسب الإميجريشن ريجوليشنز اللي مطبقة الأوروبيان دايركتيفز، أيوة، من حقه أنه هو ياخد الإقامة الدائمة في 2015. تمام. النظام الجديد اللي هو الأبليكيشن اللي على التليفون اللي الحكومة الإنجليزية طلعته في أول 2019، بيدي الإقامة الدائمة بشكل أسهل وأسرع، ولكن ما بيرجعش لورا. يعني لو حد قدم 1 مايو 2019، أيوة، بياخد الإقامة الدائمة 1 مايو 2019. الميزة في النظام القديم إن نقدر نرجع بالتاريخ، أيوة، وده مهم لحسبان السنة الزيادة، أيوة، اللي هي السنة رقم 6 عشان ياخدوا الباسبور الإنجليزي أو الجنسية لو عاوزين. تمام. فلو حد يعني دخل في 2014 ومش مهتم ان هو يرجع قبل كده، فيقدم على النظام الجديد اللي هو الابلكيشن اللي على التليفون، وده سهل جدا، في الغالب ما بيحتاجش محامي. على التليفون يعني قصدك ان التطبيق في ابلكيشن على التليفون؟ نعم. وفي الغالب لو الموضوع ستريت فورورد ويعني سهل وما فيهوش اي تعقيدات، فمش محتاج محامي، احنا بننصح الناس انها تعملها لوحدها.
لو حد عاوز يرجع بالتاريخ لورا او يهمه ان هو يكتسب الاقامه الدائمه بتاريخ قديم عشان مثلا لو عنده طفل اتولد في الاراضي الانجليزيه او لو عنده تعقيد في ممارسته في حق العمل او في السيلف امبلويمنت ومحتاج ان هو يظبط التاريخ بشكل معين، ففي الحاله دي بنقول له اعملها على النظام القديم ولسه معاك لغايه 31 اكتوبر. النظام برضو يعني النظام القديم ليه ميزه كبيره، لو حد من غير اوروبي في علاقه مع حد اوروبي في الغالب اللي هي الاكستندد فاميلي ممبر اللي هم البوي فريند والجير فريند او اللي هم الانماريد بارتنر الناس الغير متزوجين، ويمكن ده برضو بيهم مشاهدينا المسلمين اللي هم متجوزين اسلامي لانه لا يعتبر معتد به في بريطانيا من حق للاميجريشن، فممكن يقدموا از ان انماريد بارتنر لغايه 31 اكتوبر. الابلكيشن ده هيتم استلامه لغايه 31 اكتوبر لغايه ما يتم الخروج، وده هيتلغي وانس ان الخروج تم بشكل كامل. لازم يبقى سيكون في استمراريه بذات يعني التغييرات او بذات القانون اذا في حاله عدم الخروج. طبعا في حاله عدم الخروج ده هيبقى اخبار كويسه لان هتفضل الاميجريشن ريجوليشنز مطبقه، ولكن الوضع مازال معلق ويعني احنا يعني بس نطمن لكل مواطني الاتحاد الاوروبي بان القوانين هي ما زالت هي لغايه 31 اكتوبر ويمارس حقوقه بشكل طبيعي جدا في بريطانيا. نعم، ويبقى عنده فرصه اطول ان هو يصحح اوضاعه ويقدم على المستند اللي يناسبه. تمام، هذا بالنسبه لمواطن الاتحاد الاوروبي، ولكن نتحدث عن بشكل عام عن قوانين اللجوء والهجره، هل هناك من جديد ايضا بالنسبه للجوء؟ بالنسبة للقانون اللجوء ما فيش جديد يعني بشكل ملحوظ. طبعا اللي بيحصل بشكل دوري ان الهوم اوفيس بيحدث المعلومات المتاحة عن بلاد المنشأ، تمام، اللي هي الكانتري فوريجن انفورميشن ريبورتس. الريبورتس يعني مثلا السيتويشن في دولة زي ليبيا لو اتحسن او لو الاوضاع اتغيرت، وزارة الهجرة الإنجليزية بتحدث المعلومات علشان لو في مناطق أصبحت آمنة أو لو في الكونفليكت انتهى النزاع انتهى، ففي الحالة دي الناس اللي مقدمة من الدولة دي بيقدر إن هو يرجع. ولحد هذه اللحظة لم تنتهي أي نزاعات ولم تتوقف بس التحديثات بيحصل فيها تحديثات بسيطة، يعني الريبورت ممكن يبقى يعني يتغير من دولة لدولة حسب الوقت. والتقارير هي يعني حقيقة الأمر للأسف لم تتحسن، للأسف الوضع ما تحسنش في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي دول أفريقية كتير وفي دول اللي هي المصدرة للاجئين أو دول النزاع بنسميها أو دول الحروب. ولكن الكيس وركر اللي هو صانع القرار دايماً بيبص على الكانتري في اوريجين انفورميشن او الريبورت بتاع الهوم اوفيس، لان ده هو يعني المذكره الاساسيه اللي بيلجا لها في تقييم الوضع في الدوله دي. تمام، اذا لا تغيير في قوانين اللجوء ما فيش تغيير حتى للمقيمين من الاتحاد الاوروبي. نعود الى التاشيرات الصادره الجديده التي قد تكون هي اكيد عامل مساعد لكثير من ينتظر مثل هذه التأشيرات. نبدأ بفيزة المبتكر، ماذا تعني؟ فيزة المبتكر أو الإنيفيتور هو شخص رجل أعمال أو أنتربرنور أو عنده فكرة، والفكرة لازم تكون أوريجينال وتكون مختلفة وجديدة، مش شرط تكون فكرة يونيك، يعني مش شرط يكون هو ابتكر العجلة مثلا، ولكن تكون فكرة أوريجينال، ويفضل يكون فيها بعد تكنولوجي أو يكون فيها بعد جرين يعني صديق للبيئة أو يكون فيها بعد سستينبل يعني بتساعد إنها تحل مشاكل اجتماعية. تمام، فدي الهدف يعني المعيار الأول. المعيار الثاني ان تكون الفكره بتاعته viable يعني ممكن تطبيقها او ممكنه. والمعيار الثالث للفكره ان تكون ان هي scalable يعني ممكن تكبرها وتطورها ان هي تشمل قطاع اكبر من المستخدمين. تمام، لو عندنا فكره بالشكل ده وعندنا مبلغ استثمار 50,000 استرليني، يبقى الشرط الأول الفكرة، الشرط الثاني مبلغ 50,000، الشرط الثالث يعني الأصعب هو الحصول على موافقة أو اعتراف
او اندورسمنت من هيئه انجليزيه. نعم. تم تحديد الهيئات ديت على موقع الهوم اوفيس يوم 29 مارس، وهي 24 هيئه. نعم. بيسموها الاندورسينج بوديز او الجهات المصدقه. كلمه اندورسينج باللغه الانجليزيه يمكن ما فيش مقابل واضح في اللغه العربيه، ولكن لو بصينا على الاسم اندورسمنت يعني تصديق، ولو بصينا على الفعل. نعم. لان انا بشكل شخصي اهتميت ان انا اعرف ازاي اترجم الكلمه دي للعربي، فاندورسر هو باللغه العربيه الفصحى المجير. نعم. او الشخص اللي بيساعدك او اللي بيجيرك. نعم. بس الناون الاسم هو الاندورسمنت يعني التصديق. نعم. فلو عايزين نبسطها للمشاهدين، ان حد بيديك تأمين على فكرتك، موافقة تأمين. ويقول ان هو عجباه فكرتك وهيتبناها. تمام. مش هيديك تمويل، هيديك فلوس، ولكن هيتبناها. فهما دول الثلاث شروط باختصار. ممتاز. الفكرة. نعم. وليها ثلاث معايير: التمويل 50,000 استرليني، وده جود نيوز لانه قللوا ال 200,000 ل 50. أيوة. بس الصعوبه في الشرط الثالث وهو الحصول على الاندورسمنت، طبعا في التصديق او الموافقه على هذا الاختراع او الابتكار. نعم. في تفاصيل كثيره طبعا. كما ذكرت الشروط هي يعني واضحه انها تكون فعلا قابله للاستخدام وقابله فعلا للموافقه من خلال الشروط. يس. اللي هي تهم بالتأكيد كبيعها أو استثمارها أو غيرها. بشكل عملي الفكرة الشرط الثالث صعب، لأن الجهات المانحة أو الجهات اللي هي المصدقة. أيوه. في الغالب في الأغلب يعني ما بتوافقش على أي فكرة، وبعضهم تم إدراجه على القائمة بتاعة وزارة الداخلية بدون استشارتهم. أيوة. فبعض الاندورسينج بوديز اللي هي الجهات المصدقة ما عندهمش فكرة، أو بعضهم قافل أبواب الطلبات لغاية شهر 9، زي مثلا تيكنيشن. أيوة. ودي هيئة هنا بتعني أو مهتمة بالتطوير التكنولوجي. أيوة. وفي جهات ليها هدف أو كوز، يعني مثلا بيتعاملوا بس مثلا مع women's causes، يعني مثلا empowering women أو تمكين السيدات أو ضحايا الناس معينة. وفي هيئات بتعامل مثلا على التطوير البيئي، يعني كل هيئه ليها. نعم. هدف يعني. صحيح. فمش يعني للاسف هم 24، ولكن مش كلهم متاحين لاي حد عنده فكره، لازم يشوف. نعم. الاجنده بتاعه المصدق، هل هو هيقبل منه ممكن. فكره ولا لا، يعني البحث عن الشروط وممكن يعني مقارنتها بهذا الابتكار او الاختراع اذا كانت تلائم وتتوائم مع شروط هذه الهيئه حتى يتم موافقتها. مزبوط. وقبولها. مزبوط. فدي فيها صعوبه. نعم. كبيره يعني في معايير. يس. خاصه. يس. بهذا الابتكار، ولكن رغم انه فيها تسهيلات من ناحيه الماليه. يس. وصولا ل 50,000، لكن هناك ايضا في صعوبه في قبولها. يس. احنا شايفين يعني كمحامين وناس مهتمين بالاصدارات القانونيه الجديده ان الانوفيتور فيزا فيها بعض المشاكل، واحنا بنتمنى ان هي تتحل في. نعم. 2019. الحلول اللي يعني اللي مطروحه ان هم يزودوا عدد الجهات المصدقه. أيوة. بدل 24 يخلوهم 50 مثلا. تمام. لان كل جهه من حقها تدي 25 تصديق بس في السنه. أيوة. فانت شايفه ان العدد محدود برضو. لو ضربنا 25 في 24 ب 600 في السنة. تمام. في حالة الموافقة لأي ابتكار أو اختراع مع موافقة أو توافق الشروط التي تلزمها تصديق من الهيئة الإنجليزية أو البريطانية، ما هي كيف يبدأ؟ ما هي كيفية أو كيفية التقديم؟ ما هي الأوراق المطلوبة؟ كيف يمكن متابعة هذا الأمر؟ الأوراق المطلوبة للتقديم على تأشيرة المبتكر، أهم حاجة الباك جراوند بتاع المتقدم. أيوة. الخلفية طبعا. وده بيكون شهادات العلمية والسي في. تمام. والأوراق الشخصية زي الكريمنال كونفيكشن كليرنس سيرتيفيكتس والشهادات الميلاد اللي نسميها المستندات الشخصية. نعم. بس أشرح خلو من أي خلو من ما يكونش من عنده. نعم. يعني عنده أو عندها جريمة سابقة. نعم. الشرط الثاني أو المستند الثاني
هو دراسة الجدوى البيزنس بلان، ودراسة الجدوى دي لازم تكون بتشرح الفكرة بشكل كويس. أيوة. ويفضل ان هي يكون فيها confidentiality agreement، يعني يكون فيها بند بيجبر المصدق على احترام سرية الفكرة وخصوصية الفكرة. نعم. يس. الفكرة نعم تمام. وطبعا الشرط الثالث كشف حساب البنكي، انه عند الشخص عنده 50,000. نعم. كم المدة حتى يعني ثلاث شهور؟ ثلاث شهور حتى شهور. إعطاء الموافقة. في حالة إعطاء الموافقة ما هي الخطوات القادمة؟ طبعا لو المتقدم حصل على ستيج 1 اللي هي الاندورسمنت أو التصديق أو الإيجارة أو الـ 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 الموافقة، يعني المنحة الموافقة، في الحالة دي بيقدر يقدم على الفيزا مباشرة على طول. yes. ويمارس طبعا حقه في تطبيق المشروع في بريطانيا طبعا، بس بيفضل مربوط مع الجهة المانحة لمدة التأشيرة لمدة 3 سنين. لازم يعمل معهم ميتينج دورية. أيوة. من برضو الصعوبات بتاعت فكرة التصديق ان بعض المصدقين بيشترطوا ان هم يكتسبوا شير او ستيك في البيزنس ده. فطبعا يعني في تقاسم مع هذا المشروع، فطبعا ده يعني يعني خطأ أو خلل كبير. أيوة. لأن لو أنا مبتكر صاحب فكرة ومعايا 50,000 وعندي استعداد أن أطور فكرتي، مش هيبقى من المنطقي أن أنا هدي 60% من أسهم فكرتي. نعم. للتصديق بس عشان أخد الفيزا. فنقدر نقول أن يعني اللي حط اللي رسم القانون ما كانش عنده بزنس اويرنس بشكل كامل، وما قدرش ان هو يحط سيت اوف ريجوليشنز او عده لوائح يمشي عليها المصدق، لان هو حط المتقدم تحت رحمه المصدق. المصدر. هذه طبعا الفقره بالتحديد هي yes. نوعا ما غير عادله، غير عادل، وده اللي احنا تم نقضه عن طريق الجهات المهتمه بالاميجريشن والمحامين اللي فاهمين اللي بيحصل. ومتوقع ان يتم تغييرات قريب. فيعني جاست واتش ذا سبيس، يعني نتامل. ناخذ اتصال نشارك استاذ عاطف ابراهيم من بريطانيا. اهلا وسهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم بخير. أنتم بخير. الأستاذ عاطف. نعم. سمحتوا. تفضل. الجديد بخصوص الفيزا، فيزا الزوجة، استخدام زوجة للشخص يعني ما يعني بالنسبة للشخص المادي محفي منه بالنسبة لحصوله على يعني مساعدات مالية لشخص معاق يعني. أوكي. فهمت السؤال ولا وضحت لكم اكثر؟ واضح. ارفع الخط لانه طيب. ممكن يسالك استاذ عاطف. تحت امرك استاذ ابراهيم. طبعا كرسان طيب، والموضوع ده احنا ناقشناه في حلقات كثيره، ولكن لو عندك عدم مقدره ماليه او عدم شروط عندك، ما عندكش الوظيفه اللي بتديك 18,600، تقدر تقدم على طريق العشر سنين لو في اولاد. فطريق العشر سنين اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقات السابقه اللي هو الطريق الاستثنائي، ان الزوجه تيجي على طريق اطول بدل ما هي تيجي على طريق 5 سنين تيجي على طريق 10 سنين، يفضل ان يكون عندك سبب قوي، يعني مثلا ان انت غير قادر على العمل لسبب طبي، في اطفال انجليزي عايشين معاك او عايشين معاها، والاطفال دول عندهم باسبور انجليزي ومحتاجين يبداوا المدارس، او الزوجه في بلد الظروف فيها مش يعني زي ما احنا قلنا قبل كده، هي بتبقى بتخضع للديسكريشن، يعني السلطه التقديريه او الاعتبار الشخصي للأوفيسر. وفي حاله الرفض بيبقى لك حق الاستئناف في المحكمه. تمام. والله نعم. اوكي. واضح. بتصل عليك ان شاء الله. ان تشكر. مشكورين. نعم مشكورين. وبتصل على الاستاذ بناقش معه اكثر ان شاء الله. متشكرين. ولا يهمك. او اذا حبيت اي استفسار ممكن تبعته على ايميل البرنامج legal@alhawar.tv legal@alhawar.tv، راح يكون الان موجود على الشاشه. ناخذ اتصال اخر. استاذ عاطف ابو حمزه من بريطانيا، اهلا وسهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك اختريما واحيي حضرت المحامي. اهلا وسهلا بك. استاذي انا عندي مشكله الحقيقه، هي كثير ناس يعاني منها. انا عندي جنسيه بريطانيه من 4 سنوات،
اعتمد على طلب زيارة لأدبي مثلا يكون معي هنا في بريطانيا، لأنه أنا خاضع لثلاث عمليات جراحية في العمود الفقري وعندي عجز، وزوجتي كمان المريضة. يا ليت أستاذ أبو حمزة تعلي صوتك، الصوت شوي راح، تفضل كمل. نعم. مثل ما قلت عمري 68 سنة الآن، وأنا بحاجة لواحد قريب مني إنه يكون جنبي. قدمت لابني على زيارة ما قدرت أحصل له زيارة، فشو الحل إنه نقدر أقدر أجيب ابني ويكون معي هون ببريطانيا؟ أستاذ أبو حمزة، طيب ممكن عندك أفراد عيلة في بريطانيا غير ابنك؟ ما عندي. لا يعني انت بتعيش في بريطانيا لوحدك؟ معي زوجتي، زوجتي مريضة وعندها عملية في كتفها وعندها مشكلة في الهب والركبة. وابنك جنسيته ايه معلش، او عايش في اي بلد؟ ابني مقيم في السعودية ومهدد بالترحيل. نحن سوري ابني، سوري، جنسيته سوري. اوكي. يعني هو في تكلمت على بلاد اللي فيها مشاكل، وفيها هاي البلاد هي المفروض انه يعني ينظروا بعين الاعتبار لإلهم. يعني اخر سؤال، يعني هو حضرتك بريطاني الجنسيه صح؟ ابو حمزه بيسالك استاذ عاطف. تفضل. حضرتك بريطاني الجنسيه؟ انا بريطاني من 4 سنوات. نعم. اوكي طيب. يعني حصلت على الباسبور الانجليزي اوريدي؟ حصلت عليه من 4 سنوات. نعم تمام. هو طبعا كان الموضوع ممكن يكون اسهل لو انت لسه معاك اقامه اللي هي المؤقته او اقامه اللاجئ. فانيوي هنتكلم في في الظروف بتاعتك. في طريق اسمه السول كيرر، او اللي هو يعني حاجه تحت الديريفيتيف رايتس. بس الابلكيشن ده بيتعمل جوه بريطانيا. نعم. والمعيار الأساسي أن لازم نثبت أن ابنك هو السول كيرر بتاعك، يعني هو المعتني الوحيد بيك. وده لو نجح الابليكيشن بياخد إقامة 5 سنوات تجدد، ولكن لا تؤدي إلى الإقامة الدائمة. هي إقامة 5 سنين تجدد طول ما هو بيرعاك. الصعوبة اللي أنا شايفها هنا حاجتين، أنه هو عايش بره بريطانيا فما عنديش إثبات إن هو بيرعاك في السنين اللي فاتت، والصعوبة الثانية إن زوجتك يعني ربنا يخليها لك معاك في بريطانيا، ولكن كما ذكرت ممكن نثبت أو نقدم ورق يقول إن هي غير قادرة على رعايتك. وفي الحالة دي ممكن يعني الموضوع مش سهل، بس ممكن يقدم ابنك على تأشيرة استثنائية تحت part 8 of the immigration rules، ويشرح الموقف. وطبعا الهوم اوفيس دايما بيبص في الحالات الانسانيه اللي زي كده. واهم دفاع عندك للابلكيشن ده، او اهم تدعيم، ان وجوده في بريطانيا مش بس هيساعدك ان انت تبقى احسن، بس هيقلل اعتمادك على الحكومة الإنجليزية أو على البنفيت أو الويلفير سيستم. نعم. على المساعدات. وطبعا بشكل نفسي لما ابنك يبقى معاك ده هيخليك أفضل أحسن. بس في إضافة، هل كشف حساب لو كان ابنه يبعت له بانتظام يساعد أيضا؟ لا، هنا الفاينانشال ريلاينس أو اللي هو الاعتماد المالي مش هو الأساس. هو هل هو سول كيرر ولا لا؟ نعم. وفي الغالب الابليكيشن ده احنا بنعمله من جوه بريطانيا. تمام. ممكن يتعامل من بره بريطانيا، بس تمام. يعني حالات قليله قوي. طيب. ممكن ابو حمزه يتواصل معك. طبعا. الارقام موجوده ابو حمزه على الشاشه الان. وايضا سؤال صغير لو سمحتي. نعم. استاذي انا حامل جنسيه بريطانيه، بس انا بالاصل ليس لاجئ، يعني انا ماني لاجئ هنا، لاجئ انساني. حصلت على الباسبور بريطانيا؟ نعم، لما دخلت بريطانيا ما دخلت بصفة لاجئ. حصلت على الجواز الإنجليزي إزاي؟ أنا زوجتي بريطانية، أنا زوجت زوجتي وزوجتي عملت لي استخدام. تمام. استخدام. نعم.
هل هذه تختلف أيضا؟ لا لا، هو بالعكس، لو كان جه بريطانيا كلاجئ ولسه معاه الوضع أو معاه حتى الاندفنت بعد اللجوء، أيوة. كان ممكن أن أنا أعمل أبليكيشن بشكل استثنائي عشان هو سوري، ابنه أيوة. سوري، ولكن كويس طبعا أنه هو وضح لنا أنه هو جه عن طريق إقامة الزوج. فالطريق الوحيد اللي أنا يعني from the top of my head طبعا بشكل سريع ومن دماغي هو ان هو السول كيرر من بره بريطانيا. وطبعا في هنا ارتكل 8، يعني في ماده 8 من حقوق الانسان، فزي ما انت قلت في البدايه الهوم اوفيس بيبصوا بعين الاعتبار في الحالات الانسانيه زي دي. وفي أسوأ الاحوال لو تم رفض الطلب بيبقى عندك حق استئناف جوه المحكمه الانجليزيه هنا في بريطانيا، وبتقف قدام قاضي بمعاك محامي يقدر يشرح الكيس ويشوف ان وزارة الداخلية ما أدلتش الاهتمام او الاعتبار الكافي للقضية، وممكن تكسب القضية، وفي الحالة دي بيبقوا مجبرين ان هم يدولوا الإقامة. انا شرحت للأخت ريما انه عملت طلب زيارة ورفض الطلب وعملت أبيل، قعدت سنة وشهرين منتظر موعد المحكمة وما اجت موعد المحكمة. يمكن ست ريما بتوضح لك الموضوع. بس طلب الزيارة، شكرا لكم. ابلكيشن الزيارة مش هو الطريق الصح، لان لازم تبقى معاهم امين في عرض الكيس. هو مش جاي زيارة، هو جاي يقعد ياخد باله منك، فيمكن من المنطقي ان طلب الزيارة اترفض. انا مش عارف انت عملت استئناف ازاي، لان الاستئناف اتلغى لطلبات الزيارة. بس يعني انا طبعا يسرني ان انا اسمعك اكتر وافهم موضوعك بشكل يعني خاص، يعني دخول في التفاصيل. شكرا لكم. اتمنى ان تكون هذه المعلومات مفيده للجميع ان شاء الله. راح نكمل، لا ادري اذا كان هناك في وقت قبل الفاصل. طيب في فاصل قصير ومثل ما نكمل استاذ عاطف عن فيزة المبتكر والمخترع، وايضا حديثي التخرج نتعرف على شروط هذه. هو يبقى في اخبار طيبه للطلبه اللي هم الستارت اب فيزا ديت، هتبقى ممتاز، افضل بكثير. طيب احنا ننتظر بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام ونعود اليكم. ما الجديد في قوانين الهجرة؟ تحدثنا فيها في بداية نصف الساعة من الساعة. فيزة المبتكر وحديثي التخرج، طبعا سنناقش هذه التأشيرات مع الأستاذ عاطف المركبي. أهلا بكم وأهلا بك أستاذ عاطف. تحدثنا عن فيزة المبتكر، تحدثنا عن الشروط، وطبعا تصديق كيف يتم عبر الهيئة الإنجليزية أو البريطانية. وطبعا هي فرصة لكل من لديه ابتكار أو اختراع، وقيمة 50,000 جنيه استرليني لبدء مشروعه في أو تنفيذه بعد الموافقة من الهيئة البريطانية على هذا الابتكار. لا أدري إذا كان في أي إضافات على هذا الموضوع. الإضافة البسيطة أن الـ endorsing bodies اللي هي الجهات المصدقة هيتم يعني الإضافة ليها، أو هيتم تزويد عدد المصدقين. وأي بزنس أو أي شركة تقدر نظريا أنها تقدم على الوضع ده، زي صاحب العمل اللي بيقدم على تأشيرة رخصة كفالة sponsor license. أي بزنس، بس طبعا لازم البزنس يكون في شروط معينة، يقدر يقدم أنه هو يبقى مصدق. ولكن برضو التفاصيل، المعيار صعب، لأن لازم يكون عندهم خبرة في مجال الأعمال، وأن يكون هم إدوا استشارات قانونية أو استشارات أعمال لرجال أعمال سابقين، مش بس من خارج بريطانيا ولكن إنجليز، ويكون عندهم يعني هدف
بيتماشى مع بعض الوزارات الإنجليزية، يعني يكون عندهم هدف. طيب قبل أن نتحدث عن حديثي التخرج، وطبعا الخبر الذي ذكرته أنه راح يكون أكيد مؤشرات جيدة لهم، في سؤال وردنا، هل هناك أي تغييرات أو جديد في فيزا الزوج أو الزوجة سبوز فيزا؟ تغيرات حديثة تقصدي؟ نعم. ما فيش أي تغييرات جوهرية من 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 ديسمبر 2018 اللي هو لما صدر الحكم بتاع المحكمة. أيوه. الحكم الإمام اللي هو فعل طريق العشر سنين. نعم. وإدى مرونة أكتر لصنع القرار إن هو يقبل الابليكيشن، بس ما فيش تغيير جوهري. لا من ناحية طبعا السالري اللي هو لا السالري مازال زي ما هو 18600، بس هم زودوا الأتعاب الهوم أوفيس أو اللي هي مصاريف التأمين الصحي. أيوة. كانت 200 جنيه عن كل سنة فيزا، دلوقتي بقت 400 جنيه، فاللي كان بيدفع 500 نعم للسنتين ونص دلوقتي بيدفع 1000، وبعد ما بتتاخد بالدولار ساعات بتبقى 1100 او 1200. يعني هم زودوا التكاليف بتاعتهم، تكاليف اللي هو التأمين الصحي، وما حابين ينزلوا من اي طبعا اللي هي سلري او مع بكل اسف. نعم للاسف، لكن يعني نتامل ان يكون في تغييرات اكثر فيها مرونه في المراحل القادمة. في سؤال أيضا وردنا من مشاهد يريد يعني يبحث عن الهجرة وطريقة الهجرة واللجوء إلى بريطانيا، ما هي الشروط؟ حسب ظروفه، يعني حسب ظروفه إيه الطريق اللي هو هيدخل عليه في بريطانيا. أيوة. بشكل عام الطرق الهجرة متقسمة إلى تيرز، يعني مرتبات أو أقسام. نعم. تير 1 اللي هو الناس المستثمرين وذو المهارات العالية. أيوه. في تأشيرة ناس، يعني ناس كثيرة ما تعرفهاش وإحنا بنشتغل فيها كتير، هي الإكسبشنال بروميس أو الإكسبشنال تالنت، اللي هو ذو المهارات، ذو المواهب أو المهارات الخارقة أو الإكسبشنال، يعني بشكل استثنائي. نعم. التأشيرة دي طبعا موجودة من 2010 تقريبا، أو يعني مش فاكر التاريخ بالضبط، ولكن كنا بنستخدمها لاستخدام الممثلين، لاعبين البيانو، العازفين الموسيقى، لاعبين كرة القدم ولاعبة كرة القدم. لا مش 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 ممكن، في الغالب لعيبة كرة القدم بيجوا على تير 2 او تير 2 سبورتس بيرسون، بنادي معين بيبقى ليه كفيل، ولكن الممثلين تم إضافة مرونة للطريق ده ويخلوا الاكسبشنال تالنت، يبقى في حاجه اسمها الاكسبشنال بروميس. الاكسبشنال بروميس هو شخص لسه في بدايه حياته ولكن عنده اعتراف دولي ان هو مثلا لو على المحامين ان هو نشر ابحاث دوليه. ايوه. الدكاتره ان هو اخترع حاجه او ساهم في تطوير جهاز طبي. ايوه. طبعا المفكرين والفلاسفه والصحفيين نفس القصه. نفس اضافوا زي ما قلنا في حلقه سابقه، اضافوا المهندس المعماري اللي هو الاركتكت. ولو الشخص ما عندوش الأوراق الكافية أو البروفايل اللي يأهله أنه ياخد تأشيرة الإكسبشنال تالنت، ممكن يبص على الإكسبشنال بروميس والثريشولد أو المعيار أقل شوية. نعم. أنا طبعا بنصح الناس بالذات اللي هم الشباب اللي من دول عربية أو من خارج أوروبا بشكل عام، محتاج يجي بريطانيا يبص على الاكسبشنال بروميس والاكسبشنال تالنت. في موقع معين يا ليت تذكرنا؟ موقع الهوم اوفيس، يعني لو هو كتب بس على جوجل افضل حاجه اكسبشنال تالنت او اكسبشنال بروميس هيقدر يلاقي معلومات كثيره متوفره ممكن تتناسب طبعا اكسسبل ويقرا. هو طبعا مش سهله، والمرونه اللي ضافوها ان زودوا عدد التاشيرات، فاعتقد يعني في ودي طبعا لازم تقييم من جهه معينه برضو. فلو لو مثلا عندي دكتور جامعه ده بيروح لحاجه اسمها الرويال سوسايتي، لو عندي ممثل بيروح البريتش ارتس الارتس كونسل مجلس الفنون، وفي البريتش اكاديمي، لو حسب مجاله
بيتم تقييم البروفايل مش بالهوم اوفيس، ودي الحاجة كويسة، بيتم عن طريق خبير في المجال بتاعه. تمام. والتأشيرة دي حرة. لو الناس فاكرة تأشيرة الهايلي سكيلد مايجرنت بروجرام، دي شبهها بس بنقوا او بسلكتيف اكتر مين اللي يقدر يجي عليها. فلو انت هايلي سكيلد وشايف ان انت عندك مهارات لغه ومهارات كتابه وعندك ريفرنس من حد في بريطانيا اكاديمي، عندك خطاب توصيه من دكتور في الجامعه او من مهندس كبير او محامي كبير، ده برضو طبعا من ضمن الاوراق المطلوبه. تمام. اذا كل جهه بترعى طبعا. طب لكل ولو تم ولو تم الـ الـ القبول، الفيزا بتبقى يعني اجراء روتيني جدا. الهوم اوفيس بياخد توصيه الـ الـ الجهه اللي هي الجهه المقيمه. نعم المقيمه فعلا. طيب نتحدث الى حديثي عن حديثي التخرج، ما المقصود؟ هل هم من البريطانيين ام من خارج بريطانيا؟ يعني لو اكمل للسأل النقطه، في طرق كتيره. طريق الدراسه ده ممكن. أيوة. بس طريق الدراسه ده حل انتقالي، فطبعا ما يقدرش يحط بلان كبيره لان هياخد تاشيره سنتين لو هيجي يعمل ماجستير حد اقصى، او لو هيعمل دكتوراه بياخد 3 او 4 سنين او 5 سنين. فلازم يفكر بعد الدراسه في ايه. في ده طبعا التير 4. التير 2 اللي هو السبونسرشيب، لو هو عنده مهاره وان في صاحب عمل عاوزه. فتير 1 قلنا المتاح طبعا المستثمر ال 2 مليون، وبعد كده الانوفيتور والستارت اب اللي هنتكلم عليهم، وتحت التير 1 الاكسبشنال تالنت والاكسبشنال بروميس. نيجي على التير 2 واللي هي المكفول او المايجرنت اللي جاي يشتغل عند صاحب عمل، ودي همه التير 2 جنرال لو عنده جوب اوفر. أيوة. وتير 3 طبعا مقفولة مش متفعلة، وتير 4 اللي هي الدراسة، تير 4 اللي هي الدراسة، وتير 5 ودي برضو تأشيرة مهمة الناس محتاجة تعرفها. اللي هي انه يجي يعمل تدريب لمدة سنة، او يجي يشتغل متطوع لمدة سنة. أيوة. او يجي يشتغل لجامع، لكنيسة، لأي هيئة دينية لمدة سنة كمتطوع. أيوة. أو لتشاريتي، مش شرط هيئة دينية، ممكن لمؤسسة خيرية. نعم. زي فاميليز ريليف أو أمنستي أو كل المؤسسات أو أوكسفام. نعم. ريد كروس، كل الحاجات. نعم. دي. نعم. فدي تير 5 الناس محتاجة. وممكن يجي لصاحب عمل يشتغل معاه لمدة 12 شهر. نعم. كمتدرب. تمام. حاجة اسمها internship أو government authorized exchange. كيفية التقديم؟ للأسف الناس مش عارفة أن التأشيرة دي موجودة، ودي رائعة والثريش هولد بتاعها سهل جدا. أو يعني شروطها سهلة، محتاج بس عقد تدريب في أي مجال، ممكن حتى في السوشيال ميديا، ممكن. نعم. في البزنس. ممكن في يعني تقديم يتم عبر الشخص نفسه إلى أي جهة؟ لا، لازم يلاقي عرض الأول تدريب. فنقطة البداية أنه هو يلاقي employer، صاحب عمل أو. أيوة. شركة أو هيئة أو charity عايز أنه هو يديله placement. يعني مكان. نعم. مكان أنه هو يتدرب، ودي تأشيرة سنة لا تجدد. تمام. لها تجديد سنتين بس لبعض الناس اللي هم في مجال الارتس اند كرياتيفيتي والفنون، زي الكوميديانات مثلا. يعني دلوقتي احنا شغالين على تاشيره لواحده امريكيه هي كوميديانه وعلى تير 5. تمام. yeah. بالنسبه لتاشيره التدريب اللي ذكرتها. yes. يعني هل يمكن بعد انتهاء فتره التدريب شركه ممكن تبقيه بعقد عمل دائم؟ طبعا. والطلب هي طبعا لازم يخضعوا لشروط التير 2، فاحنا كده رجعنا لتير 2 اللي هي الكفاله. أيوة. فطبعا لو في وظيفه وفي سالري مناسب مقبول من الهوم اوفيس، ولو في اعلان عن الوظيفه والمتقدم ده قدم وتم قبوله بشكل فير وجينوين، طبعا. نعم. يقدر يقدم، بس لازم يرجع بلده، ما ينفعش يحول من جوه بريطانيا. تمام. ولكن ده ما اعتقدش انها صعبه، يعني لو مش صعبه لانه اوريدي عنده يعني بيز او قاعده موجوده. بالزبط. عنده في فتره التدريب، ولكن لابد ان يخرج حتى يقدم مرة طبعا. أخرى على بس تيرتو. اللي يهم. نعم. الطلبة اللي هنا ان هم مش محتاجين يخرجوا، يعني لو في حد على تير 4. أيوة. والصعوبة اللي بتقابل الناس ان هو يلاقي كفالة اللي هي الخمس سنين او اللي هي التير 2. أيوة. ولو عنده عقد تدريب كبداية لانه لسه متخرج ففي بداية حياته وعاوز يكتسب اكسبيرينس، انصحه ان هو يدور على التير 5. أيوة. وياخد سنة يجرب حظه في سوق العمل ويتعلم من صاحب العمل. والمرتب بتاعها يعني لازم يكون على المينيمم ويج.
فحسب السن، بس بنتكلم في 1200 في الشهر، فهو او 1100 ل 1300، يعني مبلغ بسيط نعم. يناسب واحد حديث التخرج وبرضه لا يجهد صاحب العمل ليكتسب مهاره ويعني يتدرب. هذه ايضا ممكن تكون لحديثي التخرج طبعا من جوه بريطانيا، دي ممكن تكون فرصه ويحول من هنا من غير ما يرجع بلده. تمام، بس نشرح اخر نقطه وهي بالنسبه للشروط، ما هي الشروط للهجره واللجوء. نذكر فقط او نؤكد على ان اللجوء لا يتم الا عن طريق دخول بريطانيا ليس من خارجها. هذه دائما الاسئله بتاتينا طبعا، بيجي لنا السؤال ده كتير قوي. انا عايش مثلا في السعوديه وعاوز اطلب لجوء، او انا عايش في مصر او سوريا وعايز اطلب لجوء. ما ينفعش تطلب لجوء وانت في بلدك. وده مش يعني مش عشان بريطانيا عاوزه كده، هو القانون الدولي عاوز كده. معاهده 1951 اللي خاصه بشؤون اللاجئين، الماده 1 التعريف ان انت اوتسايد او المتقدم اوتسايد هيز هوم كانتري، تمام، خارج وطنك، خارج وطنك، نعم، ليتم موافقه على قبول لجوءك. طيب نعود الى حديثي التخرج، ما الجديد في هذه؟ طيب يعني بالاول اعطينا الصوره واضحه. احنا هنتكلم عن الستارت اب فيزا. الستارت اب يعني بشكل بسيط هي ممكن تترجمها المبتدئ او اللي لسه بيبدا او حضرتك قلتي اكسبريشن في البدايه مش فاكره، على الستارت اب اللي هو حديث التخرج. اعتقد كلمه حديث التخرج وصف جميل برضو. هو في الغالب طالب خلص دراسه وعنده فكره مش شرط تكون يعني يونيك قوي او اوريجينال، ولكن عايز يجرب حظه في سوق العمل في بريطانيا. لو الناس فاكره تاشيره التير 1 بوست ستادي ورك فيزا اللي هي قفلت في 2012 تقريبا، قفلت في 2012، دي كانت تاشيره لمده سنتين بياخدوها كل الطلبه اللي بيدرسوا باتشلر بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، بياخدوا سنتين تاشيره حره يجرب حظه في سوق العمل. التاشيره دي اتلغت في 2012، وكان بعد ما اتلغت خلت طلبه كتيره تروح امريكا وكندا واستراليا، لان الدول دي بتكافئ الطلبه الدوليين بعد ما يخلصوا. فبريطانيا طبعا فقدت سوق كبير لو هنتكلم بلغه البيزنس، او فقدت طلبه دوليين كتير وضرت الجامعات الانجليزيه، لان هم شبه رجعوها دلوقتي، شبه رجعوها لكن بشكل منظم اكتر، نعم، مقنن مش أكثر. اوتوماتيك، نعم. لازم الجامعه، هو يعني لازم الجامعه تحب الفكره وتتبناها، بس ان الجامعه تتبنى الفكره ما فيهوش مسؤوليه كبيره قانونيه او من في مجال الاعمال للجامعه، بس محتاجين ان هم يعملوا ميتنج مع الطالب كل 6 شهور ويقولوا له احكي لنا انت عملت ايه، هل في بروجرس ولا ما فيش بروجرس، يعني في متابعه يعني دقيقه بس مش بدقه كامله، ولازم يكون هو عنده فكره ويطورها. الميزه ان هو ممكن يشتغل عند صاحب عمل فول تايم بشكل كامل، تمام، ويطور الفكره دي في الويك اند، تمام، فهي برضو تاشيره حره أيضاً. نعم. والميزه الجديده ان هم معظم الجامعات الهوم اوفيس شلها الريستريكشن على عدد. زمان التاشيره الستارت اب بتستبدل التير 1 جرادويت انتربرنور اللي هو الطالب رجل الاعمال، ايوه، ودي كانت سنه تجدد بسنه، فهم طوروا فكره التير 1 جرادويت انتربرنور وادوها المتقدم سنتين مره واحده، وشالوا الكوت يعني سوري شالوا الكوتا او اللي هو العدد، كان زمان 1000 تاشيره في السنة، فلو في 200 جامعة بيتخانقوا على 1000 تأشيرة، وزودوها ل 2000 تأشيرة من سنة ونص أو سنتين، فبرضو ال 200 جامعة اللي على الليست أو ال 180 جامعة بيتخانقوا على 2000، دلوقتي شال الكوتا ديت، فطبعا بقت شبه مفتوحة. تمام، كل اللي أنا بحتاجه كطالب لسه متخرج إن أنا أفكر إيه أنا ممكن أعمله؟ ايه الفكره؟ لازم يكون عنده تحمس ان هو
يجيب فكره يضيف ويقدم شيء قيم يعني ويا ريت يعني ساعات الناس بتكلم المحامي وتقول لنا ايه الفكره، لازم تكون فكرتك. اي محامي هيديك فكرتك الابلكيشن بتاعك مش مبني صح ونابع من خلال دراستك بالظبط طبعا، ويفضل تكون فكره بسيطه يعني هتعمل ويب سايت، هتعمل حاجه للكوميونتي، هتعمل هتجرب اي حاجه، يعني مش شرط انها تكون يعني فكره عملاقه. تمام. ودي اعتقد هتجذب عدد كبير من الطلبه الدوليين في بريطانيا. ممتاز. وممكن تحول لبعد كده لتير 1 اكسبشنال تالنت او لانيفيتور اللي هو المبتكر، او لتير 2 لو لقى عرض عمل. تمام، يعني فرصه كبيره طبعا ومعلاش ريستريكشنز. وطبعا احنا من 1 ابريل التاشيره دي طلعت 29 مارس، هو كل القوانين ملاحظه يوم 29 مارس اللي هو يوم المفترض يكون فيه انفصال. بالصدفه ان ده كان التاريخ الأوروبي المخطط للانفصال عن الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني ما تمش. اسمح لي استاذ عاطف بجان اتصال في الدقائق هاي. ابراهيم من بريطانيا، تفضل اخي ابراهيم. تاني الو، السلام عليكم. مره ثانيه استاذ عاطف، بس معلش انا اتصلتك بشوي، سالت سؤال بخصوص استخدام الزوجه. بس عندي سؤال للاستاذ عاطف، انه مثلا زوجتي انا اريد اجيبها، تزوجتها قبل ما اعمل اجراءات الطلاق هنا، فهل في مشكله في كده؟ انا زوجتها خارج بريطانيا يعني. ممكن اسمع السؤال بس؟ تزوجت زوجتك خارج بريطانيا، حابب تضمها لعندك؟ ايوه قبلها كانت عندي زوجه هنا يعني على القانون الانجليزي، قبل ما اطلق اللي موجوده هنا تزوجت هذيك. شو التصرف فيها؟ واضح استاذ عاطف كان متزوج سابقا بريطانيه هنا. أيوة. ولكنه تزوج خارج بريطانيا. المتزوجه في بريطانيا طبعا مسجله في المكتب البلديه، ولكن الجديده هي خارج بريطانيا، كيف يمكن؟ لا، الجواز لو انت اتجوزت الزوجه الثانيه خارج بريطانيا في الدوله اللي هي عايشه فيها، خلاص الجواز ده معترف به. مش شرط الجواز يتم في بريطانيا، ما دام الجواز تم في بلد ثانيه حسب القانون الساري في البلد الثانيه، خلاص بقى زيه زي الجواز الانجليزي. كيف ممكن يعني يقدم على ايوه هذا هو السؤال، كيف يمكن أن؟ أنا بس سؤالي، لأنه قبل ما عمل إجراءات الطلاق من زوجة اللي هنا زوجته هذيك هناك، يأثر عليه هذا؟ تمام، اتجوزت الزوجة اللي برا بريطانيا الثانية وأنت لسه منفصل أو لسه متجوز قانونا الزوجة الأولى. نعم. طبعا دي عاوزة يعني عاوزة قعدة طويلة، ولكن ممكن تشرح الموضوع ده. وهتقابل صعوبه، لازم تشرح ان حصل سيبريشن، وان لان عشان نثبت ان الجواز الختام بره فاليد قانونا، وطبعا في احكام محكمه كتيره بتغطي الموضوع ده، بس صعب اغطيه على الهوا لانه يعني فيري بيرسونال، ولازم يعني فتواصل معايا ابراهيم وانا هساعدك، عندنا كيس كبيره بالشكل ده. طيب رقم استاذ عاطف على الشاشه وممكن نتواصل معه بشكل افضل لاعطاء كثير من المعلومات كما ذكر أستاذ عاطف. هذا السؤال أيضا دائما يأتينا، ولكن أكيد راح نخصص حلقة على هذا الموضوع. في الدقائق المتبقية أستاذ عاطف، ما هي النصيحة طبعا بالنسبة لحديثي التخرج من خارج بريطانيا والذين يدرسون هنا في الجامعات البريطانية؟ الميزة الكبيرة قوي اللي أنا ما لحقتش أشرحها أن تأشيرة الستارت اب مش شرط المتخرج يبقى في بريطانيا. صحيح. فنعم ممكن متخرج من جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة دمشق، جامعة الملك فهد، أي جامعة عربية. طبعا معظم مشاهدين، أنا مركز على الدول العربية لأن معظم مشاهدين من الدول العربية، ولكن لو حد من كولومبيا، من البرازيل، من الهند، من باكستان، أي خريج محتاج بس يتواصل مع جامعة في بريطانيا والجامعة دي تعجبها فكرته. تمام. فمش شرط يكون خريج في بريطانيا، وده يهم قوي الناس اللي هي معنية أو بتهتم بالبحث العلمي. هنقول مثلا خريج في هندسة، وفي شباب كتيرة في العالم العربي عندهم أفكار وعندهم إمكانيات، بس للأسف البيئة العلمية في البلاد العربية ما بتدلوش، فهو ممكن يراسل جامعة ويقول أنا عندي فكرة كذا وأنا محتاجة أجربها، أو يكون على اتصال ببروفيسير معين أو بدكتور في جامعة إنجليزية. لو عجبته الفكرة
هيكلم الانترناشنال ستودنت اوفيس ويديله ويجي على الستارت اب فيزا. الجميل برضو هي بتكون تحت رعايه الجامعه, تحت الجامعة. الجميل برضو ان الستارت اب فيزا مش شرط تكون مع جامعه, ممكن يجي مع ال 24 جهه اللي احنا اتكلمنا عنهم بالضبط. اللي هي الاندورسنج بوديز, بس الاندورسنج بوديز تركيزهم اكتر على الانيفيتور المبتكر. نعم. ولكن ما فيش حاجه في القانون بتمنع الاندورسنج بودي تحت الانيفيتور كاتيجوري انه تو اندورس واحد ستودنت, بس لنوضحها بشكل ترجمه عربيه. الاندورسنج بودي هو الجهه المصدقه, المصدقه الهيئه البريطانيه الانجليزيه. عندنا نوعين من الجهات المصدقه. نعم. ال 24 جهه اللي هي الهيئات او الشركات اللي تم ادراجها, تمام, ودي اربع بنوك و20 شركه اتكلمنا عنهم. ايوه. وفي الجهات المصدقه الاكاديميه اللي هم الليستة اللي كانت على الجرادوت انتربرنور اللي هي 180 أو 200 جامعة. نعم. فممكن التصديق يجي من أحد الفئتين, يا جامعة يا ال 24 جهة للستارت اب, ودي فرصة كبيرة طبعا. يعني هي طبعا لسه برضو عشان أنبه المشاهدين, الموضوع لسه بيتجرب, فلغاية دلوقتي ما فيش ولا أبليكيشن تقدم مع الهوم اوفيس. نعم. هو صدر يوم 29 مارس, صدر يوم 1 ابريل, يعني نقرب التواريخ, ويعني فات 4 شهر ابريل وشهر 5, لغايه دلوقتي في زيرو ابلكيشن اتعمل للهوم اوفيس. طبعا في محاولات كتيره اللي هي ان ناخد التصديق من الجهات, وده بيتم اوريدي, بس لسه ما يعني ما تفعل بشكل, لا هو تفعل بس عشان هو لسه بدري في أوله, فما فيش ولا أبليكيشن اتعمل لغاية دلوقتي. تمام. ولكن في موقع أكيد طبعا التحديثات موجودة على موقع الهوم أوفيس, ومعظم مكاتب المحاماة في بريطانيا بتنشر آخر إصدارات أبديتس وأخبار. نعم. أستاذ عاطف المراكب المحامي واستشار القانون, شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والنصائح القانونية. نلتقي إن شاء الله في الأسابيع القادمة في معلومات أكثر. الجديد في قوانين الهجرة كان موضوعنا لهذا اليوم, والفيزة المبتكر أو تأشيرة حديثي التخرج أيضا كان هذا الموضوع. نتمنى أن تكون متابعة مفيدة للجميع. انتهى وقتنا, ولكن نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في موضوع جديد, انتظرونا. تحياتي وتحيات فريق العمل, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك.